السلام عليكم، خيركم ان شاء الله طيبين. اليوم انا متحمس، يعني مو مره متحمس، بس يعني تعرفوا زي كنت بقول زي المره الحامل، ما ادري ايش قاعد افكر. المهم مره متحمس، ف ليتس جو جيت ات. كيف محمد؟ وش السوات؟ ليش للدرجه هذه متحمس؟ الجامعه حقتي في امريكا تتطلب انه اقدم للتخرج قبلها بترم. انا ما تخرجت لكن حتخرج. فرحه يا اخي، فرحه، خليني افرح على اي شيء. لا بس مظبط الوضع، حاسس اني كشخه، ففرحوا لي عادي. سيبكم من ال خلها مستوره. Let's go للجامعه. يلا. سبحان الله، لا اله الا الله، الله اكبر. بص يلا بتمطر، دي بركه. لا انا كده تخرجت رسمي، الحين كيف حروح السياره؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر. في شعور ودي احذفه من جسم الانسان يا اخي. ليه في مواقف حياتنا نخاف ونتوتر فيها كذا؟ قاعد اسوي لي نص ساعه ماني مصدق يا جماعه، قدمت على التخرج. من الان للايام القادمه حتسموني الخريج محمد فلود. جاتني فكره يا اخي، الشيء اللي وصلت والمارت عشانه كالندر. محمد ليه تبغى كالندر؟ روح البيت اوريكم ليش. وصلنا البيت يا جماعه، وهذا حطيت الكالندر على الجدار. هدف الكالندر هذا اللي اشتريته عشان نحط فيه الايام اللي باقيه انبر لي الايام الباقيه عشان اتخرج. مؤمن، ايش معنى كالندر؟ الجدول الشهري. الجدول الشهري معناها اوكي. فاتوقع باقي لي والله كثير. المهم بحطها على الشاشة ويصير كل فلوق نحسب سوا. شوف المجنون ذا ايش قاعد يسوي، يا ساتر. مقاسها مرة صغير. شوف دحين افتحها، هذه تنفع للحريم. يا ساتر يا ساتر. تخيلوا يا جماعة، مؤمن اتخرج واسيبه هنا في امريكا. فكر. فرش التراب. لديك دحين. يلا قول لهم اني انا احسن اخو عندك. يور ماي بيست برو. الله كمان ابلفني. اعطيني انت، ما في منا يا شيخ، ينصر دينك. اعطيني انت، بدونك مالي حياه بالله. لا هذه كذبه. افا والله يا اخي احبك. تعال هنا. اي لانه عارف الكاميرا شغاله. كذاب. وفيتها. حل 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 بس الان. يس ما شاء الله. المهم ايش قال؟ هذه اصبروا علي بالياباني. بنام شوي، مره تعبان، ورانا يوم طويل، فانتاستيكو كومافريتا، مره حلو، بس بنام شوي. جاء وقت النادي. دحين بعطيك تمارين يا ولد، مو تكسر المعمول والسمبوسه. فرم يلا. الساعة 3:30 العصر تقريبا، بروح النادي اللي في السكن، برجع للروتين اللي قبل رمضان. حاسس نفسي خدود يا اخي. ليتس جو. احلى شيء يكون النادي في السكن نفسه. لاحظوا امريكا كلها يا اخي قوانين، حتى مفاتيح في كل مكان. الله على المناظر الجميلة، كل مكان مفتاح مختلف، والله كأنك داخل FBI. هذه ثالث مرة ندخل فيها بمفتاح. يا الله، نادي السكن يا جماعة. الناس اللي في السناب في انستغرام كلهم يعرف عن ايش قاعد اتكلم.
بحط لكم لقطة عن الذكريات اللي كانت هنا. في كل فلوق ححاول أحط لكم لقطة بسيطة عن الذكريات في الماضي. في جوالي فيه 10,000 فيديو، ليش مستفيد منها؟ هذه بعض الذكريات في هذا النادي قبل 8 أشهر. أسكاو. مشكلة عاني منها لما بحط الكاميرا مثلا في مكان عشان اصور لقطة. انتم الان على الجوال. ممتاز. دحين حنصور اللقطة اللي هناك. Let's go. الحمد لله. خلصت التمرين بنص ساعة. دائما في البدايات لما ترجع النادي لازم ترجع للأساس، لأنه أنت ما حتكون بالقوة اللي أنت متعود عليها دائما. Go back to the basics. هذه جملة اليوم بالإنجليزي. Go back to the basics، يعني ارجع للبدايات. فهمنا فهمنا، والله عارف أنه المغرب باقي له 3 ساعات، ونحن عليش دائما متعودين لكل مشكلة حل، وهذا هو الحل. آخر حبة كمان. Let's go. الساعة 7:30 لازم نسوي شاي، معزومين عن بيت صاحبنا فاضل، فبضبط شاي محبوك في القلب. زعفران زعفران يا جني. تخيلوا يا جماعة، هذه بس هذه، شايفين انتوا كيف مرة قليل؟ هذه تقريبا ب100 ريال. الله ما شاء الله، اليوم الاجواء ماطرة. بعد قلبي انا يا شيخ. ارتاحي ارتاحي، والله ما يرتاح غيرك ان شاء الله. سبحان الله، الجو فجأة انقلب 180 درجة من حر لامطار. اوكي يا جماعة، قبل ما اوصل بيت صاحبي راح مشوار صغير. انا مشترك في تطبيق اسمه اوفر اب. في التطبيق هذا يمديك تأجر بعض الاشياء اللي عندك. انا مأجر كاميرتي الصغيرة لو تفتكروها، جاني اتصال فبروح اخذها وبعدين بروح بيت صاحبي فاضل. اوكي ليتس جو. Captain Jack Sparrow. قاعدين يسحبوا سياراتنا لأن إحنا زائرين هنا. فالكل طلع. أنا نسيت وين وقفت أصلاً. I'm not sure you're gonna like it. I'm good. Don't wait a minute. You sure? I'm not tea right now. ويا صباح الخير يا جماعة، الساعة الآن 8 الصباح. الحمد لله أمس تقهوينا تعشينا صلاة التراويح، جلسنا لين قيام الليل. إن شاء الله عجبتكم الطريقة اللي قاعد منتج فيها المقاطع الجديدة هذه، وأوريكم أكثر عن حياتي عن قرب بدون ما أقطع شيء، أحطكم كأنكم عايشين معايا في يومي. الفيديو الجاي إن شاء الله حيكون عن ما قبل العيد، يوم العيد، وإيش يصير بعد العيد هنا في أمريكا، وبحاول أوثق لكم كل شيء يصير معانا من وإلى وما حولها. جارتي الصينية قاعدة تطبخ فطور. وعدتنا والله بإذن الله يا جماعة بحاول أوصل لهدف بإذن الله بدعمكم. والله العظيم عارف أنكم ما حتقصروا معي. بوعدكم وعد أمام الله في آخر أيام رمضان إن شاء الله، اليوم اللي يجي اللي توصل فيه الفلوقات 30,000 لكل فلوق، حصير أنزل من فلوقين ل3 فلوقات في الأسبوع، لأنه الطريقة الجديدة اللي قاعد أصور فيها مريحتني. وأتوقع اليوم بعد ما تشوف الفيديو هذا أباكم تقولوا لي تحت في الكومنتات هل عجبتكم الطريقة هذه، إني قاعد أوريكم كل شيء. اللهم قاعد أخذ الكاميرا
احطه معي في السياره واوريكم كل شيء عن حياتي من اليوم الصباح لليل كل ما فيها. فاذا بدات المقاطع هذه تجيب مشاهدات عاليه ان شاء الله بصير اوثق حياتي 3 مرات او مرتين في الاسبوع عشان ايش لا انقطع منكم من اسبوع لاسبوع. اشوفكم بمشيئه الله، تحيه لكم، السلام عليكم. اخر يومين او 3 في رمضان، ادعوا لنا معاكم، اشوفكم بمشيئه الله، السلام عليكم.